بشكل معين ونشوف نتائجها على المتغير التابع. بالتالي المحاكاة يعني هي تجربة كبرى بين ظفرين للعديد من المتغيرات. وبالتالي هنا في المنهج السببي هناك التجريبي والمحاكاة، ولكن ليس فقط المنهج السببي ليس فقط فيه التجريبي والمحاكاة، وهذا نأكد عليه. المنهج السببي بصفة عامة نستطيع أن نضع الفرضيات ونجمع البيانات ونشوف الأسباب عن طريق الأساليب الإحصائية، مثل ما تحدثت المرة اللي فاتت، سواء كان عن طريق الأساليب الإحصائية أو كذلك عن طريق تحليل المحتوى لو كان البحث كيفي. فبالتالي المنهج السببي الأصل فيه هو الأساليب الإحصائية أو المنهج الكيفي، وإلى الاثنين معا. وإضافة لذلك هي البحث التجريبي، إضافة إلى ذلك خليني نرجع للشريحة، البحث التجريبي والمحاكاة. يعني هنا في المنهج السببي البحث التجريبي والمحاكاة هي إضافة للأصل في المنهج السببي، واللي هو نحاول فيه نقوم بالأساليب الإحصائية اللازمة، وكذلك نقوم بتحليل المحتوى اللازم في هذا الخصوص. طيب هنا فكرنا في المنهج، فكرنا هل هو منهج استطلاعي أو منهج وصفي سببي، وفي المنهج السببي الوصفي هل هو المنهج السببي يعني بمعنى أن نقوم بالأساليب الإحصائية أو الكيفية اللازمة، أو كذلك نقوم بتجربة أو المحاكاة. فكرت في هذا، هذه النقطة الأولى مهمة أنه الباحث يفكر فيها ويأخذ قرار فيها اعتمادا على إشكالية بحثه. النقطة الثانية اللي هي في تصميم البحث اللي هي مصادر المعلومات، بعد ما فكرت في المنهج البحث سأفكر في مصادر البحث، وهنا نفرق بين نوعين من مصادر البحث. هناك ما نسميه المصادر الثانوية. إيش معناها مصادر الثانوية؟ يعني لم يجمعها، هي ليست مصدرها الباحث نفسه، هي مصدرها أشخاص أو باحثين آخرين، باحثين آخرين، سواء كان يعني لهنا نتحدث على مصادر داخلية، مثلا الباحث يشتغل في مركز بحث معين، لو قام بذلك، لو جمع الباحثون الآخرون بعض المعلومات المتعلقة بمجال بحث الباحث، فبالتالي تعتبر مصادر داخلية، بما أنه الباحث يشتغل في مركز البحث وبالتالي المعلومات موجودة أصلا فهي مصادر ثانوية داخلية. بينما لو خارج مركز البحث من مراكز أخرى ومن مصادر أخرى تعتبر مصادر خارجية. على كل حال في جميع الأحوال هنا المصادر الثانوية هي مصادر تم جمعها، هي مصادر خارجية، هي مصادر ليست يعني الباحث قام يعني ليس الباحث هو المصدر بطريقة أخرى. بطبيعة الحال هنا هناك نقطة مهمة، أنه يجب أن تكون المصادر الثانوية هذه مصادر علمية، مصادر علمية وليست مصادر غير علمية، لأنه كل يعني في بعض الحالات نجد في حتى في الإنترنت بعض النتائج ولكن لا تذكر مصادرها، ليست علمية أو أبحاث لا ترتكز على أسس علمية إلى آخره. وبالتالي مهم أنه الباحث عندما يشوف المصادر هذه الثانوية من المهم تكون لديها مصداقية علمية، هذه مهم جدا، معنى مصداقية علمية تؤثر على حتى يعني نوعية وجودة البحث. اثنين، النوع الثاني من المصادر هي المصادر الأولية. المصادر الأولية هذه عندما الباحث هو نفسه يقوم بجمع المعلومات في هذا الخصوص، والمصادر الأولية المقابلات، فيها المقابلات والاستبيانات والملاحظات. وبالتالي سوف نركز لنا أكثر على المصادر البيانات الأولية، لأنه الباحث عادة وفي العديد من الأبحاث صعب أنه يكتفي بالبيانات الثانوية، لأنه في البيانات الثانوية يعني هي تم جمعها من مصادر أخرى، والمصادر الأخرى عندما جمعتها لتحقيق أهداف بحثية مش بالضرورة نفس الهدف البحثي للباحث، وبالتالي يمكن تساعده في تأطير البحث نوعا ما أو في بعض الجوانب المتعلقة بالبحث.
ولكن مش بالضرورة تساعد على الإجابة على سؤال البحث، وهذه نقطة مهمة. فبالتالي الباحث في العادة إضافة إلى البيانات الثانوية يعتمد على جمع البيانات بنفسه، وبالتالي يستعمل الاستبيان أو يستعمل المقابلة أو يستعمل الملاحظة. فبالتالي هنا الاستبيان نفسه، الاستبيان سوف يطرح مجموعة أسئلة، في العادة تكون في الاستبيان أسئلة مغلقة من أجل أنه يعني توفر الوقت في الإجابة للشخص المستجوب، تكون يعني أو تكون أسئلة مغلقة أو كذلك في شكل اقتراحات، والمستجوب يضع أو معناه يضع مستوى معين من الموافقة على تلك الإجابات أو تلك العبارات، من غير موافق تماما إلى حد موافق جدا. وبالتالي الاستبيان في العادة كما قلنا يكون فيه مجموعة أسئلة يتم استخلاصها من دراسة الأدبيات، وتكون في العادة مغلقة، مغلقة يعني الأسئلة مغلقة وليست أسئلة مفتوحة، مغلقة بمعنى فيها اختيارات يختار منها المستجوب خيار معين ب. هذا فيما يخص الاستبيان، بينما والاستبيان نستعملوه خاصة في البحوث الكمية، في البحوث الكم، يعني عندما نستخدم أو يكون البحث كمي يتم استخدام في معظم الحالات الاستبيان. وهناك إلى جانب الاستبيان المقابلة والملاحظة، والمقابلة والملاحظة في العادة نستعملها أكثر في المنهج الاستطلاعي أو الاستكشافي. في المنهج الوصفي والسببي نستعمله الأكثر في أغلب الحالات الاستبيان. وبالتالي لهنا عنا المقابلة والملاحظة. المقابلة تصير يعني يتم تحديد أشخاص معينين اعتمادا على معايير معينة، أشخاص ولا منظمات يعني اللي هما يعني يتم تحديدهم اعتمادا على إشكالية البحث، ويتم ترتيب مقابلات معهم، وهناك مراحل معينة يجب احترامها في المقابلة فيما يخص الأسئلة التي يتم طرحها. في العادة تكون أسئلة مفتوحة، ترك المجال للمستجوب أنه يعبر عن فكرته بأريحية، توجيه محاولة أنه توجيه المستجوب نحو الإجابة على الأسئلة وليس الحديث بصفة عامة إلى آخره. وفيه يعني حقيقة يجب أن الباحث يكون عنده متمكن من تقنية المقابلة، لأنه يعني المقابلة في حد ذاتها تحتاج أنه الباحث في نفس الوقت يحاول أنه يكون ودي بطبيعة الحال مع المستجوب، وحتى لو المستجوب تحدث في أشياء خارجة عن الموضوع يحاول دائما يوجهه بطريقة جيدة دون التأثير عليه على إجاباته، ودون تقديم إجابات للمستجوب. وهذه يعني فيها خبرة وفيها حقيقة يعني يعني معرفة معرفة مهمة من طرف الباحث. كذلك فيما يخص التوقيت، في العادة تكون المقابلات في شكل يعني تكون مقابلات لا تتجاوز الفترة معينة أو توقيت معين، كذلك يكون مكان المقابلة يسمح بالهدوء والتركيز، كذلك المقابلة يجب من الأفضل أن يتم تسجيلها بعد أخذ الإذن من المستجوب، ثم كتابة ذيف التحليلة، بعدها كتابة كل الإجابات وتحليلهم إلى آخره. هذه المقابلة. ثلاثة الملاحظة. الملاحظة هو أنه الباحث يلاحظ، مثلا يمشي إلى مكان العمل أو المنظمة التي هو بصدد دراسة الإشكالية فيها، ويلاحظ بنفسه يعني يلاحظ طريقة العمل، يلاحظ يعني ماذا يتم، ما هي الإجراءات المتبعة إلى آخره، في علاقة مع إشكاليته بطبيعة الحال. فبالتالي هذا ما نسميه الملاحظة. وفي العادة المقابلة تكون معها ملاحظة، يعني المقابلات مع الملاحظات خاصة نجدها في المنهج الاستطلاعي، كما قلنا في المنهج الوصفي والسببي أكثر منه نستعمل الاستبيانات.
كذلك الملاحظة عندها قواعدها مثلها مثل المقابلة، فبالتالي حتى الباحث من المهم أنه في ملاحظته يصف بالضبط ماذا لاحظه، يقدم الحجج إلى آخره، وهذه نقطة مهمة جدا. طيب فكر الباحث هنا في طرق جمع البيانات. الآن من المهم أنه يفكر كذلك في المنهج البحث أو في تصميم البحث في طريقة تحليل البيانات، وهذا راه أؤكد أنه لم يبدأ بعد الباحث في العملية. احنا نتحدث على تصميم البحث، يعني سيفكر في عملية من نوعية البيانات كما طريقة الجمع اللي تحدثت عليها، ثم سيفكر في عملية تصنيف وتبويب البيانات. لو تحصل على البيانات بالشكل الرقمي كيف سيقوم بتصنيفها وتبويبها، كيف سيقوم بتلخيصها، كيف سيقوم بتجميعها، هذا الكل يفكر فيه في تصميم البحث. يعني هذا مهم ومهم جدا في عملية، هذا عبارة فكر في العملية التجميع، سوف يفكر في عملية التحليل. وعملية التحليل منها تصنيف وتبويب البيانات هذه، ومنها التحليل الإحصائي. ما هو التحليل الإحصائي الذي سيستعمله؟ هناك تحاليل إحصائية وأساليب إحصائية مختلفة، سواء كان مقياس التوسط، المقاييس الالتواء، التضخم، معامل الارتباط، معامل الانحدار إلى آخره. هذا الكل يفكر فيه الباحث.